أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنالك أمور تقبل النيابة، فسواء أنت الذي تقوم بذلك العمل أو غيرك، فإنك تحصل على النتيجة المطلوبة، أن تبني أنت دارك بيديك أو أن يبنيها لك غيرك، لا فرق، فأنت تحصل على الدار. أن تنجز بعض الأعمال التجارية أو السياسية أو الاجتماعية، لا فرق، أن تقوم أنت بذلك أو يقوم أحد نيابة عنك. ولعل أكثر الأشياء تقبل النيابة وتنفعها النيابة، والنتيجة يحصل عليها المرء سواء بنفسه أو بغيره. الملوك والرؤساء والزعماء لا يقومون إلا بإصدار الأوامر، لكن أحيانا أحدهم يدير دولة بأكملها عن طريق الآخرين، عن طريق المستشارين وعن طريق الوزراء وعن طريق الأمراء وعن طريق العمال والموظفين. فحينما يكون عليك أن تنجز عمل معين، فلا فرق أن تقوم أنت به أو غيرك، لكن هنالك أمور لا تقبل النيابة ولا تنفعها النيابة. هل يمكن أن ينوب عنك أحد في الأكل والشرب، أن يأكل غيرك وتشبع، أن يشرب غيرك الماء وترتوي؟ هل يمكن أن ينوب عنك أحد في الراحة، يعني هو الذي ينام وأنت تحصل على الاستراحة المطلوبة؟ هذه قضايا لا تقبل النيابة. ربما ينوب عنك أحد في أمور كثيرة، بما في ذلك أن يلبسك ملابسك، أن يهتم بأمورك الشخصية ويكون مساعد جيد في مختلف القضايا التي عليك أن تقوم بها. هو الذي يتصل نيابة عنك، هو الذي يوقع عنك، هو الذي يكتب عنك، هو الذي يلقي المحاضرات عنك، هو الذي يدير تجارتك. لكن هل يمكن لأحد أن ينوب عنك في دفع الفضلات عن جسمك، أم إن هذا يرتبط بك أنت؟ هل يمكن لأحد أن ينوب عنك في الصحة؟ فإذا كنت مريضا، فهل يمكن أن تنتقل صحة الآخرين إليك؟ وإذا كنت معتلا، هل يمكن أن شخصا آخر هو الذي يأخذ الدواء وأنت الذي تشفى؟ طبعا لا. إذن هنالك أمور لا تقبل النيابة وهنالك أمور تقبل النيابة. والأمور التي لا تقبل النيابة أهم من الأمور التي تقبل النيابة. لو لم يأكل الإنسان، لو لم يشرب، لو لم يحصل على راحته، ربما يفقد صحته ويفقد حياته، وحياة الإنسان هي شرط لكل شيء. إن لم يكن الإنسان موجودا، فلا يمكن لا بالنيابة ولا بطريقة المباشرة أن ينجز عملا، لأنه ميت. ومن الأمور التي لا تقبل النيابة قطعا هي الإرادة. الإرادة أمر ترتبط بالشخص، الإرادة قضية شخصية مباشرة. يمكن أنك تضع الساعة وفي ساعة معينة تريد أن تستيقظ من نومك. هذه الساعة يمكنها أن تنبهك، لكنها لا يمكن أن تنوب عنك في الاستيقاظ. فإن لم تكن عندك إرادة أن تجلس من فراشك،
فإن هذه الساعة لا تقوم نيابة عنك بذلك. يمكن لأحد أن يعلمك، لكن لا يمكن لأحد أن ينوب عنك في أن تتعلم. التعلم وظيفة شخصية، أمر شخصي. يمكن لأحد أن ينصحك، لكن لا يمكن لأحد أن ينوب عنك في قبول النصيحة. الإرادة والتي هي أساس كل شيء، أساس إنجاز الأعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يعني حتى الملوك والأمراء والرؤساء يحتاجون إلى إرادة الأفعال، بدون أن يريدوا، بدون أن يعني يصدروا الأمر لا يمكن أن ينجز شيء. هذه الإرادة والتي هي جزء من كل عمل يقوم به الفرد لا تقبل النيابة. الإرادة فعل شخصي. ومن هنا فإن الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق يقول: اللهم وفر بلطفك نيتي، يعني اجعل نيتي موفورة. حينما تكون عندك إرادة في النجاح، إرادة في العبادة، إرادة في التعلم، إرادة في قبول النصيحة، إرادة في كسب الجنة، فإنك تكسبها. لكن إن لم تكن عندك إرادة ذلك فلا يمكن لأحد أن ينوب عنك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا، بدون إرادة الآخرة، بدون إرادة العمل، بدون إرادة العبادة، بدون إرادة أن تصبح إنسانا طيبا صالحا، فلا يمكن الحصول على الصلاح. نحتاج إلى الإرادة في كل شيء، لأنها كما قلنا جزء أساسي، بل هي بذرة جميع الأعمال سواء الصالحة أو غير الصالحة. وفور النية هذه في الحقيقة واحدة من نعم الله عز وجل، أن تكون عندك نية تنجز العمل. قرار، والقرار هو عبارة أخرى عن النية. قررت مع نفسك أن تؤدي بعض الأعمال المستحبة، قررت مع نفسك أن تساعد الناس، قررت مع نفسك أن تدخل في حلبة الصراع السياسي أو الاجتماعي، قررت مع نفسك أن تصبح مليونير. هذا قرار، مع أن ظاهرة لا يحتاج إلى إنجاز شيء. قرار ليس حفر جبل. إرادة الفعل لا تعني أن عليك أن تطير في السماوات، أن تقوم بمعجزة، لكن هذا شيء أساسي ومهم. كثير من الناس ليست لهم إرادة، كثير من الناس لا يقررون، يعني مشكلتهم ليست في أن الأمور غير متوفرة أمامهم، مشكلتهم أنهم ما أرادوها. الذي لا يريد أن يصلي، الذي لا يريد أن يصوم، الذي لا يريد أن يكون إنسانا خيرا، الذي لا يريد أن يكون إنسانا ناجحا، لا يريد. ربما حينئذ يبحث عن الأعذار، لكن مشكلته أنه ما أراد. لكن حينما يريد فهو يقطع 80% من الطريق. مجرد الإرادة، اجلس مع نفسك وحاول أن تقرر الأمور التي عليك. وتقرر لا يعني أن تتمنى، وإنما هو أن توجب على نفسك أو تلزم نفسك بأن تقوم بهذا الأمر. هذا هو القرار، هذه هي الإرادة، هذه هي النية. ليست النية تمنية، ليست النية مجرد رجاء، ليست النية أن يكون الإنسان متردد بين أن يقوم بهذا أو لا يقوم، أو يفكر في أن يقوم. لا، يقرر. مثلما أنا الآن أقرر أن أحرك يدي، أنا قررت ولذلك فعلت، وحينما أصدرت القرار فإن يدي تحركت. لكن ماذا لو أصيب الشخص في دماغه؟ بعض الأمراض، بعض الجلطات التي تحدث في الدماغ هذه تصيب مركز القرار. صعب على الفرد أن يقرر، لكن إذا قرر فإن كل شيء يكون سهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.